السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عدلان من موقع دولفين أرتس دوت نت. إن شاء الله النهاردة هنكمل الدرس الثاني من سلسلة دروس ال HTML. أتمنى أن تكونوا فهمتوا الدرس اللي فات واستفدتوا بيه. أنا ما كلمناش حاجات كتير في الدرس اللي فات، إحنا يا دوب شرحنا الاستراكشر الأساسي بتاع ال HTML، إزاي بفتح ال HTML عن طريق إن هي بكتب أصغر من وبعد كده كلمة HTML وبعد كده بقفل أكبر من دي، كده كلها يسمى فتحة، تمام؟ اللي عشان بقفلها عن طريق ان انا بحط سلاش قبل كلمة HTML، يبقى دي كلها كده بتسمى قفلة. اوكي، اي تاج بنفتحه ونقفله، فتحناه قفلناه بسلاش. برضو كذلك هنا في زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان في بعض التاجات ما بتحتاجش قفلة، زي كود الميتا. الميتا ما بيحتاجش قفلة، ممكن انا ما اقفلوش وممكن احط السلاش دي في الاخر اقفله. اوكي، يعني هو سواء بسلاش او من غير سلاش كده الاتنين صح. اوكي، بس يفضل يعني انت تحط السلاش. السلاش دي كان بنحطها في ال HTML، في ال XHTML. اوكي، ال HTML 5 هيقبلها منك بسلاش او من غير سلاش، بس انت طالما انت فرضت عليه ان هو هتشغل له HTML 5 يبقى ما تحطش سلاش. لو هتشغل XHTML يبقى تحط سلاش. اوكي، انت وظروفك يعني. المهم ما علينا. دلوقتي عاوز اتكلم عن بعض انواع الاكواد التانية، التاجز التانية اللي ممكن احطها في الهيدر. ممكن احط عندي فيه تاج اسمه سكريبت. اوكي، وقفلته سلاش سكريبت. اوكي، هقول لكم الاكواد دي بنستخدمها في ايه، بس بالنسبه لنا دلوقتي او المرحله اللي احنا فيها دلوقتي مش محتاجينها، بس انا هقول بس عشان نبقى قلنا كل الاكواد اللي ممكن نستخدمها في منطقه الهيد دي. اوكي، وزي ما قلت الاكواد اللي بستخدمها في منطقه الهيد ما بتظهرش لليوزر على طول او ما بتظهروش بصوره مباشره، بيظهر له مثلا لو هيبحث زي ما اتكلمنا المره فاتت عن الميتا تاج، التايتل بيظهر فوق في المتصفح، انما كل اللي بيظهر في الموقع بحط جوه جسم البادي في المنطقه دي. اوكي، يبقى اول نوع. تاني نوع احنا كده خدنا اول نوع التايتل، تمام. تاني نوع الميتا. تالت نوع اللي هو اللي اسمه سكريبت، تمام. تالت نوع حاجه اسمها بيز. اوكي، سلاش بيز. طيب ايه فايده بيز دي؟ بيز دي ممكن انا اديله مسار فولدر معين في صور تحت ما اجي استدعي في البادي هنا، الصور دي ما بضطرش اكتب المسار كامل، بس بكتب اسم الصوره وهو عارف المسار من فوق بياخده من كلمه بيز دي. ما علينا، هشرحها برده لما اجي اوصل لكلام الصور، تمام. بس انا برده بدي بريف سريع عن الكلام اللي ممكن استخدمه جوه الهيد. اوكي، اخر حاجه معانا، لا في حاجتين. اول حاجه اللينك سلاش لينك، تمام. اللينك دي بستخدمها لاستدعاء ملفات من بره، ملفات السي اس 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 سي اس اس. اوكي، عشان اربطها بالصفحه بتاعتي، وبرضه هنتكلم عليها قدام. بس انا برضه زي ما بقى تاني ان انا بتكلم بفكره سريعه، مش مشكله تركزوا فيها، اهم حاجه بس تعرفوا ان الاكواد دي ممكن تتكتب في المكان ده. اوكي، وما بتاثرش خالص لليوزر، ما بتظهرلوش حاجه مباشره، بتظهر له حاجه بتساعده انما ما بتظهرلوش مباشره صريحه قدامه. اوكي، اخر حاجه اسمها نو سكريبت. نو سكريبت اوكي، هي دي انواع الاكواد اللي ممكن اكتبها في الهيد، تمام. تمام، انا دلوقتي احنا اتكلمنا المره فاتت عن الميتا وشرحناها واتكلمنا عن التايتل، المفروض النهارده هنتكلم عن سكريبت والبيز واللينك والنو سكريبت. بس انا دلوقتي مش محتاج الحاجات دي دلوقتي، او مش هتفيدني دلوقتي، لان انا مش حاسس اصلا بان انا لسه مع اول حاجه ما اعرفش ال HTML كامله ازاي، ومش حاسس ان انا هستخدم ملف من بره ازاي او هستخدم البيز ازاي. اذا ده كله مش هستخدمه النهارده ان شاء الله، انا هستخدمه في مره جايه. اوكي، طيب انا دلوقتي عاوز اتكلم عن حاجه. لو انا مثلا عاوز مثلا اقول ان الكود ده مثلا احط كومنت كده في الكود بتاعي ان الكود ده مثلا بستخدمه عشان اعمل حاجه معينه، او مثلا اي حاجه عاوزك تقول، اكتب كومنت كده لاي حد يخش على الكود يظهر له ان الكود ده بتاعي ايه مثلا. ازاي اكتب كومنت في ال HTML؟ اي لغه برمجه فيها طريقه ان انا اكتب فيها الكومنت، تمام. ال HTML او انا مش لغه برمجه، تمام، هي لغه مارك اب لانجوج، لغه تحديد او لغه علامات، تمام. عشان اكتب كومنت فيها عن طريق كده اللي هو علامة تعجب، بعد كده بخش بكتب معايا الشرطتين دول، تمام، وبقفل شرطتين علامة تعجب، تمام. انا كده المنطقة دي ممكن اكتب فيها اي كومنت انا عاوزه، مثلا this is a script area. اوكي، يبقى كده ده اسمه كومنت. ده ما بيظهرليش في الصفحة الرئيسية، في يعني مثلا لو جيت هنا مثلا كده كتبت عملت الكومنت ده، سوري، this is a comment، اوكي،
اول حاجه هحفظ الملف، خلاص هحفظه بنسخه جديده، سيف اس ليسن تو النهارده، اوكي سيف. تمام، دلوقتي انا حفظت الملف، هخش عليه ليسن تو النهارده، افتح كل اللي ظهر لي، ظهر لي الجمله عاديه خالص وما ظهرليش الكومنت. اذا الكومنت ده بيظهر، او هوريكو صغر عشان اوريكو دلوقتي، زي ما قلت ان الكومنت اللي انا كاتبه ده ما ظهرليش هنا في الكود فوق. تمام، بين هير وبين فروم الكومنت ما ظهرش، اذا الكومنت ده بيظهر فقط للديفلوبر او المطور او المبرمج اللي شغال جوه مع الكود. اوكي، الكومنت ده بينفعني في ايه؟ لو انا شغال في مشروع كبير بضطر اكتب كومنتات، ولازم اكتب كومنتات عشان لو حد غيري دخل، لو احنا شغالين تيم ورك في نفس المشروع، حد داخلي دخل من حقه يعرف الكود ده بيتكلم عن ايه، لما يعني يبص اللي انا كاتب له كومنت مثلا على الحته الفلانيه، ده مثلا نموذج تسجيل الدخول، الجزء ده القائمه اليمنى كده، يبقى هو عارف الكومنت او المكان اللي انا اللي هو فيه ده اسمه ايه، او الكود ده خاص بيه. اوكي تمام. الكومنت بيكتب في اي منطقه مش مشكله، في الهيد، في اي منطقه ينفع اكتب فيها كومنت. اوكي، بس بشرط يكون على الصيغه دي اللي هي اصغر من علامه تعجب، بعد كده الشرطتين، اي حاجه اسمكم الكومنت اللي انا هكتبه، بعد كده الشرطتين في علامه التعجب. اوكي ده الكومنت، هسيبه في مكانه هنا مثلا. طيب دلوقتي عاوزين نتكلم عن حاجه، نتكلم عن الاكواد الكتابه. تمام، يعني مثلا دلوقتي انا لو عاوز مثلا اعمل عنوان، مثلا عاوز اعمل هنا كده في الصفحه عباره عن مثلا عنوان اسمه هاي نيو ايه نيو بارتنر. اوكي، هاي يو، خلاص على كده. تمام، انا عاوز اخلي دي عباره عن عنوان. دلوقتي انا عملت سيف مثلا، تمام، ورحت اشوفها في الفايرفوكس، الاقيها ظهرت جنب الكلام بتاعي دي. طيب انا مش عاوزها كده، انا اول حاجه عاوزها تنزل سطر. تمام، يعني الكلام ده يبقى تحت هنا ويبقى ده خطها كبير. هعمل ايه؟ بدايه علشان اخد انتر في ال HTML ما بيعترفش بالمسافات، لو انا خدت مثلا اكتر من مسافه بين كلمتين ما بيقلص المسافه واحده بس، حتى لو خدت انتر كده تمام مش هيعترف خالص. انا دوست سيف لكنترول اس، اوكي، لو جيت هنا مفيش خالص خالص خالص، بيلغي كل حاجه، بيقبل بس عندك اكواد ال HTML اللي بتعطيه مسافه، اللي بتديله مسافه زياده، او انتر حسب الكود بتاع ال HTML. طب تمام، انا عاوز دلوقتي اخد انتر بالكود بتاع ال HTML، بسيطه، الكود بتاع الانتر بي ار. اوكي، البي ار زي ما قلت قبل كده ان في اكواد ملهاش قفله، البي ار من الاكواد اللي ملهاش قفله. طيب انا بقفلها ازاي؟ في طريقتين، يا اما لو انا شغال اكس اتش تي ام ال بقفلها من طريق ان انا بحط سلاش وبعد كده اقفلها، تمام، يا اما لو انا مش شغال اكس اتش تي ام ال تمام بعمل اقفلها على طول كده من غير حاجه خالص بتشتغل. اوكي تمام، بس انا احط سلاش، تمام، ادي سيف، اخد الانتر بتاعي. تمام، يبقى عندك كود الانتر عندنا في ال HTML هو البي ار. اوكي، بقفلتها سلاش بي ار، او ممكن ما اقفلهاش. اوكي تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اخلي ال اتش اي الهاي يو دي عباره عن عنوان او تايتل مثلا زي في الجرانين كده. تمام، طب انا عندي كذا كود، في كود اسمه اتش 1 اتش اتش سوري اتش مثلا 1، تمام، وهقفل الكود اتش 1. تمام، انت لما بقفل زي ما قلت بنقفل بسلاش. اوكي تمام، ايه الكود ده؟ الكود ده في كود عندي من اتش 1 وقفلته سلاش اتش 1، تمام، في تاني كود اتش 2 سلاش اتش 2، تمام، لغاية وانت ماشي لغاية اتش 6 سلاش اتش 6. تمام، فرقت ايه الكود ده؟ الكود ده بيعمل هيدر، هيدر او تايتل، بيكبر الفونت بتاع الكلام اللي انا حاطه جوه الكود ده، جوه الفتحه والقفله بكتب هنا الكلام. تمام، بيكبر الكلام ده على حسب 1 2 3، 1 اكبر حاجه، 6 اقل حاجه. اوكي خلاص، هنجرب مثلا اتش 1 دي، سيف،
دلوقتي زي ما شفنا ان الاتش اخرت اكبر حاجه، الهاي يو بقت عنوان رئيسي كبير، اخد حجم كبير عشان انا قلت له اتش 1، وزي ما قلنا اخدنا البي ار راح عمل انتر وكتب الكلام التاني ده بعد كده تحت. تمام. طيب انا عاوز اعتبر ان عندي اشيل الكومنت دلوقتي، لان انا عاوز اتكلم على الكومنت شويه كده، اتكلم عليه تاني. اوكي هلغي الكلام ده مش عاوزه. طيب انا دلوقتي عاوز احط الكلام اللي تحت ده في اكنه باراجراف. الكود اللي بيعمل باراجراف عباره عن اصغر من بي، تمام بي. طيب فايدته ايه باراجراف ده بقى؟ انا دلوقتي عملت كده الكود، حطيته في باراجراف وجيت هنا عملت ريفرش، ما تغيرش حاجه، هو بس نزل فترة، نزل شويه زياده تمام، على طريق ان هو اعتبر ده باراجراف، بس هو اخد انتر لوحده وخلاص على كده تمام. طيب لو انا مثلا جيت هنا جوه الباراجراف ده مثلا جوه البي، قلت له مثلا جيت انا مثلا بره كده، بصوا كتبت مثلا اي كلام تاني سيف، واخدين بالكم اللي حصل ايه؟ الباراجراف اكنه عمل بي ار قبله وبعده. يعني مثلا لو جيت شلت البي ار دي، هل هيبقى الكلام ده جنب ال هاي يو؟ لا طبعا، لان الباراجراف عمل فصله، حطه اخد سطر من فوق سطر من تحت، يعتبر حطه قبله بي ار وبعده بي ار، تمام؟ يعني حط الكلام ده في سطر لوحده. تمام، لو انا جيت دخلت الكلام ده مثلا، جيت كتبت اي حاجه هنا مثلا كده جوه البي ار، يبقى تمام، هتعتبر تعتبر زي تبع الفقره او تبع الباراجراف، هتضاف جنبه عادي خالص، تمام، مش هينزل جوه الباراجراف الا اذا كتبت بي ار. لو انا جيت قبليها كده مثلا كده كتبت بي ار، تمام، يبقى هيعمل ايه؟ هيكتب الكلام ده فوق وبعد كده ياخد انتر جوه الباراجراف ويكتب الكلام التاني وبعد كده انتر عشان ينزل السطر اللي بعده، تمام. يبقى كل ده في باراجراف واحد. شوف المسافه هنا واسعه حتى بين الانتر دي وبين الانتر دي، تمام. لو انا كتبت مثلا كذا كلمه جنب بعض، اجرب دلوقتي مثلا لو هناخد كده مثلا، لا انا عاوز اخد مثلا الجمله دي كده كوبي في في في، تمام سيف، هنعمل هنا ريفريش. هتلاقي بصوا كل الكلام ده، المسافة بين الانتر والانتر هنا قليلة جدا، بس هنا يعتبر كبيرة، تمام. خدوا بالكم دي فايدة الباراجراف، ان هو بينسق لي مجموعة من الكلمات في حيز معين، بيحط انتر قبليهم وانتر بعديهم بحيث ان هو يفصلهم عن باقي الكلام، وممكن اطبق عليهم خصائص على اعتبار ان هم باراجراف. عن ما ناخد نخش على السي اس اس ان شاء الله، بدل تنسيق للباراجراف يبقى كل الباراجرافات اللي عندي في الصفحة بقى ليهم تنسيق معين، تمام. طيب دلوقتي لو انا عاوز اخد زي سطر كده مثلا، لو خلصت الباراجراف ده عاوز اخد سطر، في كود اسمه اتش ار. اوكي كود الاتش ار برضو قفلته كده، او ممكن مقفلوش خالص، القفله كده ما يكون في الاكس اتش تي ام ال، ولو مش عاوز، لو مش هستخدم اكس اتش تي ام ال او الاتش تي ام ال 4، بشيل السلاش ده خالص، بشغلها من غير سلاش. اوكي تمام سيف كده، راح واخد سطر تحت الباراجراف، اخد سطر بعرض الصفحه كلها تحت الباراجراف، تمام. يبقى كود الاتش ار ده بيعمل ايه؟ بياخد سطر، تمام. احنا كده خدنا ايه بالراحه كده، خدنا اول حاجه الكومنت. عاوز اتكلم بقى شويه على الكومنتس دلوقتي. الكومنتس لو انا جيت مثلا جوه، عاوز مثلا كاتب كود ومش عاوز احذفه، بس عاوز اخليه يختفي، عاوز اخليه ما يظهرش لليوزر العادي، هعمل له ايه؟ هكتب الكود ده في كومنت. يعني مثلا لو انا جيت هنا دلوقتي، تمام، عملت كده فتحت وحطيت علامه استفهام شرطتين، دي فتحت الكومنت زي ما قلت، وجيت بعد كده شرطتين وقفلت الكومنت. اذا حتى الاتش 1 هاي يو اتش 1 اتحول لونه اخضر، يعني تمام، واخدين بالكم؟ يعني ده كله كده بقى كومنت عندي. لو جيت عملت سيف ورحت الصفحه بتاعتي ريفرش، الهي 1 اختفت، الهي يو اختفت. اوكي ليه؟ لان انا هنا قلت لكم ان الكومنت ده ما بيظهرش الا للديفلوبر او الراجل البروجرامر اللي شغال جوه الكود، انا ما بيظهرش لليوزر اللي بره اللي بيتفرج على السايت من بره، تمام. اذا انا عشان ينفع اكتب اكواد اتش تي ام ال جوه الكومنتس، ولو كتبتها جوه الكومنتس بتختفي، تمام. تمام ده استخدام التاني اللي كنت عاوز اتكلم عليه للكومنتس. طيب لو انا مثلا عاوز اربط مثلا كلمه This is احمد هير، عاوز اربط او ستارت اي دي، عاوز اربط ستارت اي دي بالموقع بتاعه، عاوز اخليها لينك، تمام. حاجه بسيطه، بكود اللينك، تمام، عباره عن كود ايه، تمام كده قفلت الكود بتاع ايه، هقفله كده، قفلت الفتحه يعني،
اقفله سلاش ايه. اوكي يبقى انا كده حطيت كود ايه اللينك. طيب لو انا دلوقتي جيت مثلا هنا في المكان ده في حاجات بكتبها اسمها اتريبيوتس. الحاجات الاتريبيوتس دي مثلا انا هقول له كل لينك ده رايح فين، بقول له ريف تمام المكان اللي انت رايحه، زي ما قلنا ان اي اتريبيوت جوه بيتكتب زي ما جينا كتبنا في الميتا المره اللي فاتت النيم ده اسمه اتريبيوت تمام. اي اتريبيوت بيتكتب بكتب وراه يساوي والدبل كوتيشن او كوتيشن واحد، يعني ينفع دبل كوتيشن او واحده بس كده تمام، بس الاثنين طبعا يكون واحده بس كده تمام، او دبل كوتيشن عادي خالص الاثنين شغال. اوكي تمام. طيب دلوقتي انا عاوز مثلا اقول له انت عندك الرب بتاعك مثلا احط له مثلا فاضي، مش عاوز احط حاجه فيه دلوقتي، خلاص شباك حطيت شباك وقفلنا خلاص وسيف. لو جيت هنا اعرض في المتصفح عندي الاقي كلمه ستارت اي دي اتحولت كانها لينك. بصوا لما اجي اقف عليها لو جيت دوست المفروض ان هو بيرد الشباك اهو بعد الكود بتاعي. طيب لو انا مثلا عاوز يخليه يحولني على الموقع بتاع ستارت اي دي، اوكي اكتب له هنا العنوان اتش تي تي بي نقطتين فوق بعض سلاش سلاش دبليو 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 ده 4W سوري start idea dot com تمام save control s save. لو جيت اقف على اللينك دلوقتي بصوا تحت ظهر ايه، لو بصيتوا معايا هنا تحت خالص ركزوا معايا في الحته دي بصوا ظهر start idea. لو جيت دوست عليها المفروض ان هو يحولني على موقع start idea dot com تمام، بس انا عندي نت فاصل دلوقتي عشان كده مفيش حاجه ظهر تمام. طيب دي فكرة اللينك او الايه تمام. طب لو انا عاوز اللينك ده مثلا يفتح في صفحة جديدة مش عاوز يفتح في نفس الصفحة بتاعتي، يعني مثلا دلوقتي لاحظوا هنا لو انا ضغطت بيقفل الصفحة اللي انا شغال فيها ويفتح لي صورة عادية في نفس الصفحة تمام، لا انا عاوز يفتح في صفحة جديدة يفتح تاب جديد كده يكتب فيه يحط فيه اللينك اللي هو عاوزه تمام. يبقى هنعملها ازاي؟ احط اتريبيوت جديد هنا بكتب له تارجت الهدف بتروح له عن طريق underscore blank تمام. لو انا اخترت blank ودوس سيف افتح في صفحة فاضية صح؟ هعمل هنا ريفريش الأول في 5 تمام افتح فتح لسان جديد فاضي وبعدين الصفحة بتاعتي لسه مفتوحة تمام. فايدته ايه ده كله؟ لو انا عندي زائر في الصفحة بتاعتي وانا عاوز اديله اللينك او يدوس على اللينك بدون ما يسيب الموقع بتاعي يفضل في الموقع بتاعي بس يزور اللينك، بحط له الفكرة دي تمام علشان ايه؟ ما يسيبش الموقع بتاعي او ما اقفلش الموقع بتاعي وافتح اللينك اللي هو عاوز يروح تمام، عشان اقعد الزائر اطول فتره في الموقع بتاعي تمام. عاوز الون مثلا الحاجات دي، عاوز استخدم مثلا السطر التاني ده مثلا عاوز اخليه لونه اغير لونه واغير حجمه واغير كل حاجه فيه. خلاص حاجه بسيطه جدا ان انا هستخدم الكود بتاع فونت قفلته هاجي قبل الاخر خالص سلاش فونت تمام. انا كده كتبت الكود بتاع فونت زي ما قلت في اتريبيوت جوه انا قلت له فونت بس هو مش هيعمل حاجه خالص فيه، حتى لو انا عملت سيف كده طلعت بره مفيش اي تنسيق خالص ظهر على السطر التاني صح ده. طب انا عاوز اضيف عليه تنسيق عاوز اغير حجمه تمام. فونت مثلا اول حاجه سايز تمام بتساوي مثلا عاوز حجمه يكون 15 خلاص تمام، وعاوز مثلا الكالر بتساوي في طريقتين عشان اكتب الكالر، يا اما اكتبه بالهكسا ديسمال اللي هي شباك والست ارقام بتوع اللون او اكتبه باللون العادي خالص. خلينا نكتبه دلوقتي باللون العادي خالص بلاش نتكلم في هكسا ديسمال دلوقتي هتكلم عليها بعدين. مثلا كتبت رد تمام نجرب كده تمام. دلوقتي الحصص السطر بتاعي اتغير تمام، بقى حجمه الحجم ال 15 اللي قلناه بقى لونه احمر تمام، يبقى ده فايدة الفونت. اوكي تمام تمام يبقى دلوقتي انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن في اتريبيوتس تانية هنا تاني عاوز اتكلم عليها تمام، بس كود الفونت اتلغى في ال يعتبر اتلغى في ال HTML5 تمام، ما عادش ليه استخدام كبير. ان السي اس اس لما دخلت يعتبر قللت استخدام بعض كتير جدا من الاتريبيوتس اللي جوه ال HTML والاليمنت الكامله. بالمناسبه الاليمنت بيتقال على ده كله كده اليمنت تمام بالفتحة والقفلة بتاعته تمام، يعني ده كله كده اسمه element تمام. الاتريبيوت هو عبارة عن الحاجات اللي بضيفها جوه دي، ده كده مثلا اسمه اتريبيوت. اوكي الاليمنت بتاع التاجز كله بالفتحة والقفلة تمام تمام. يبقى احنا اتكلمنا على ايه دلوقتي؟
اتكلمنا اول حاجه عن الاكواد اللي ممكن تضاف تاني في الهيد، هي السكريبت والبيز واللينك والنو سكريبت، وما كلمناش عنهم كاملين بس قلتهم لكم كده، وما نيجي نتكلم عنهم ان شاء الله لما نخش في السي اس اس، ممكن اتكلم في دول تمام، او قبل ما اخش في السي اس اس لما اتكلم في ما اتعمق شويه في الصور هكلمكم عن البيز تمام، والسكريبت لما نيجي نخش في السي اس اس او قبل السي اس اس في اخر الاتش تي ام ال ان شاء الله، واللينك ده هنتكلم عليه في السي اس اس كامله ان شاء الله تمام. وكلمت عندكم عن ال H1 لغاية 6، لو انا مثلا دلوقتي جربت معاكم مثلا لو عملت مثلا H5 وقفلت بال H5 برضو هتلاحظوا تغير الحجم هناك، سيف بصوا قلت خالص ازاي تمام. بالمناسبة الاتشات دي لو انا مثلا عملت H1 او اي اتش من الاتشات، محركات البحث لما تيجي تبحث اول حاجة بتبص عليها، بتبص على الميتا تاجز اللي انا كاتبها، اول حاجة التايتل تمام، وبعد كده ميتا تاجز، وبعد كده بص على الاتشات. يعني انا مثلا لو عاوز اعمل موقع او هبني موقع من الاول، بركز على ايه؟ على التايتل بتاعي يكون مناسب للمحتوى بتاع الموقع، واسم الدومين او هنتكلم على الدومين بعدين، بس اسم الموقع بتاعي يكون مناسب للمحتوى بتاعه، الكيوردز بتاعته تكون مناسبه للمحتوى، الديسكريبشن يكون مناسب للمحتوى تمام، الاثر مش مشكله طبعا. باجي على التايتل بركز على الحاجه اللي هيبقى يبحث عنها اليوزر واخليها اتش 1 يعني مثلا، او اي اتش من الاتشات يعني، عشان وهي هيدر ما يجي يبحث محرك البحث عنها بيكون دي تم الاولويات اللي يبحث عنها في الموقع عشان يوجه اليوزر نحوه الفيزيتور ناحيته تمام. بعد كده اتكلمت عن كود البي اللي هو بيعمل لي باراجراف زي ما قلت، بياخد انتر قبل وانتر بعد، تمام. ينفع اضيف جوايا اكواد اتش تي ام ال عادي خالص زي ما ضفت قدامكم الكود بتاع الاي، الاي دي اللي هي بتاخد لينك تمام، الهريف ده اللي بيحط فيه الرابط بتاع اللينك بتاعي، وبعد كده التارجت بختار هيفتح في نفس الصفحه او في صفحه جديده تمام. بعد كده بكتب بين هنا الكلمه اللي هيبقى فيها اللينك بين قفله الاي وفتحتها. بعد كده مثلا خط البي ار عادي خالص، ممكن اكتب اي اكواد جوه كود البي ده عادي خالص، اللي هو كود الباراجراف، سوري ما قفلتهاش تمام، كود الباراجراف عادي خالص. وبعد كده عندك السايز بتاعك، لما جيت على اتكلمت عن الفونت هنا ممكن اغير فونت اي سطر، زي ما قلت لكم كود الفونت ده اتلغى في ال HTML5، يعني لو جيت استخدمته يعني اتلغى بمعنى كلمه ان هو مش هيشتغل، لا شغال وكل حاجه، بس لو جيت عملت فاليديشن للسايت بتاعك على موقع W3 Schools هيقول لك لو انت مثلا قايل له ان الوثيقه دي هتشتغل HTML5 وهو عمل فاليديشن على اساس HTML5 هيلاقي الكود ده مخالف، اذا هيقول لك في ايرور في السطر الفلاني في كود فونت ده غلط لازم تعدله، بس الكود لو استحطيته مش هيطلع لك اي مشاكل وشغال عادي جدا خالص. بس احنا اصلا لما نيجي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتكلم ونشتغل السي اس 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 مش هنحتاج اللي هو الاكواد الفونت دي خالص تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن البي اللي هي الباراجراف تمام، واتكلمنا عن البي ار كود مهم جدا، واتكلمنا عن الاي كود مهم جدا جدا جدا، وبعد كده اتكلمت عن الاتش ار اللي هي بياخد عندي سطر بعد اي حاجه او سطر يعني المكان ما بحطه بياخد سطر تمام. طيب انا دلوقتي عاوز اضيف صوره مثلا اي ام جي تمام، بقفلها الاي ام جي او الايماجز لما اجي اضيفها ما لهاش قفله برضو، يا اما اقفلها بسلاش سواء انا شغال اتش تي ام ال 5 او اتش تي ام ال اكس اتش تي ام ال اسف تمام، او من غير سلاش لو انا شغال اتش تي ام ال 5 ماشي، بس انا بفضل ان احط سلاش وخلاص عشان ان هي تبقى كومباتبل في اي حاجه تمام. دلوقتي عشان احط المسار بتاعها اس ار سي تمام، السورس بتاع الصورة يعني، بختار المكان مثلا عندي الصورة مثلا المكان ده مثلا لو انا عندي الصورة مثلا فين في درايف دي مثلا تمام، في درايف دي بحطها، بحط المسار بتاعها كامل تمام، في درايف دي مثلا في فولدر اسمه دولفين مثلا تمام، في مكان اسمه الصورة اسمها مثلا all dot bng. طيب انا المره الجايه ان شاء الله الفيديو اللي جاي هجيب لكم رسمه توضيحيه ازاي احط مسار الفولدر ده، وازاي احط الصوره، وفين يفضل انا احط الفولدر، لان كده هتضايقكم لما تيجي ترفعوا ان شاء الله الموقع على النت وكده، ما ينفعش احط اللينك كده خالص تمام. بس انا لو اخترت مكان الصوره كده هتشتغل عادي تمام. بس انا ما عنديش صوره في المسار ده، فدلوقتي هجيب لكم صوره احطها جنب الاندكس بتاعتنا في نفس الفولدر هنا، وهستدعيها من اتش تي ام ال. اوكي ثواني هجيبها واحد. دلوقتي انا جبت الصوره، الصوره اللي اسمها لوجو دوت بي ان جي تمام، هخش جوه استدعيها عن طريق ان انا هكتب له الصوره اسمها على طول ان هي جنب الفولدر الانتكس بتاعي لوجو دوت بي ان جي تمام، بس وادوس سيف ريفرش الصوره ظهرت لي على طول مكان ما حطيت الكود بتاعها تمام.
هتكلم ان شاء الله المره الجايه بشكل تفصيلي اكبر عن الصور، ازاي بحط الصور وازاي بستخدمها، وهشوف اللي ناقص ان شاء الله في اكواد في التاجز بتاعت الكتابه هنكمله، وهرسم لكم الاستراكشر اللي انا قلت عليه بتاع الصور، ازاي احطها في مسارها ازاي. من حقي هنا ان انا استخدم الويتس، تمام، ممكن احط لها مثلا ويتس عندي انا احطه بمزاجي، مثلا حطيتها مثلا ويتس بتاعها اعمل 400، تمام، والهايت، تمام، سوري، بعد كده مثلا احطه مثلا 100 150 مثلا، سيف، هلاقي ان الصورة بتاعتي صغرت على الابعاد اللي انا اخترتها، تمام. ان شاء الله نتقابل الدرس الجاي، نكمل اللي احنا خدناه النهارده. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا النهارده، واسف لو كنت طولت عليكم. نتقابل ان شاء الله في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.